لم تقف الحرب عائقاً أمام سير العملية التعليمية، فثمة أطفال يرفضون الاستسلام لواقع الحرب ويخوضون معركتهم التعليمية دون توقف لتحقيق طموحاتهم. رغم الحروب والمآسي إلا أننا رح نواصل في العلم ونحقق طموحاتنا وأهدافنا. هنا في أرياف محافظة الضالع كرمت عدد من المدارس طلابها الأوائل والمبرزين بهدف رفع معنوياتهم، وخاصة في مناطق التماس التي لم تهدأ فيها المواجهات. وتضمنت هذه الاحتفالات فقرات فنية وخطابية أشادت جميعها بأهمية العلم ودور المعلم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة. نشكر إدارة المدرسة على تكريم الأوائل لهذا العام الدراسي العام 2016-2017. حفل تكريم الطلاب المتفوقين، وهذا الحفل هو يعطي دافع للطلاب، ولدينا عدد من المدارس في المديرية في تغطية الحفل على مدار الأسبوع، كل يوم في مدرسة ستقام. محافظ الضالع فضل الجعدي من جانبه أكد على المضي قدما في دعم وتشجيع الطلاب وخلق أجواء تعليمية مناسبة بعيدا عن أصوات البنادق والمدافع. أؤكد لكم أننا سنقف مواقف ثابتة لنصرة العلم. العلم وحده وبالعلم وحده نستطيع أن نقضي على ثقافة القوة، ثقافة السلاح، ثقافة الحروب. وبهذا تكون إقامة مثل هذه الفعاليات تكريما للطلاب دافعا كبيرا في مواجهة كافة الظروف التي تواجه الطلاب والتعليم معا. تعليم أطفال كهؤلاء وتشجيعهم وتطوير قدراتهم هي السبيل الأمثل لتنمية هذه البلاد التي عانت لقرون طويلة. محمد مريسي، قناة بلقيس، الضالع.